هذه الوقفة لإدانة جريمة الاغتيال ضد مواطنان مغربيان مسالمان. نحن ندين هذه الجريمة الممنهجة ونطالب المجتمع الدولي بترتيب الجزاءات الملائمة بحكم مقتضى القانون الدولي. هذه الوقفة من أجل التأكيد على تنديدنا بهذه الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام العسكري الجزائري، وتأكيدنا على أن أرواح المغاربة ماشي رخاص. وهذا الشيء تضمنه البيان الأخير اللي صدرناه على مستوى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. دعوتنا أيضا من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية المنتظم الدولي للهيئات الأممية باش تفتح واحد التحقيق نزيه في هذه القضية، وعلى أن التحقيق خصو ترتب عليه جزاءات من قبيل محاكمة من كان وراء هذه الجريمة النكراء. بهذه الوقفة أيضا لنؤكد على أنه هذا السلوك هو سلوك ممنهج يدخل ضمن العقيدة العسكرية للنظام الجزائري، على أن السلوك سبق وأن تم ارتكابه في مرات متعددة واقعة 2014 ووقائع مختلفة، لا على مستوى الحدود البرية ولا البحرية، وأيضا على مستوى التراب أو الدوائر أو الأقاليم التابعة للولاية الجزائرية، خاصة منطقة تندوف، حيث أنه شهدنا في السنوات الأخيرة تم القتل ديال واحد المجموعة ديال المحتجزين بمخيمات تندوف خارج دائرة القضاء، بل اكثر من ذلك السادية ديال النظام العسكري وصلت لدرجة ديال رمي ديال جوج ديال المحتجزين في مخيمات تندوف في حفرة واحراقهم بواحد الطريقة وحشية. هذا كيأكد على انه هاد العقيدة العسكرية هي عقيدة مولفة على انها تقتل الانسان وتحرمه من حقه في الحياة اللي نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. نعتقد انه الحكومة اليوم تتعامل بنوع من الفطنة ونوع من الرزانة مع هذه القضية، لانها تحترم المبدأ الدستوري اللي هو مبدأ فصل السلطات، لكن في نفس الوقت وكتنتظر النتائج ديال النيابة العامة وديال القضاء، ومن بعد تخرج بناء على النتائج تخرج بموقفها. لكن في نفس الوقت استغربنا كمنظمة حقوقية بحال باقي أفراد الشعب المغربي الطريقة والبرود اللي تعامل به الوزير الناطق الرسمي المكلف الناطق الرسمي باسم الحكومه، لانه الطريقه باش رد هي طريقه يعني بارده جدا، يعني خلات المغاربه انهم يستنكروا هذه الطريقه ويعتبروا بانه ما كاينش بالفعل واحد ما حاش بالفعل بانه الكبده ديال المغاربه كاملين تخطات.